أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير أولا عن أداء الدولار الأمريكي. كان لدينا يوم أمس محضر اجتماع الفيدرالي الذي تم إصداره بتوقيت دبي تقريبا الساعة 10 مساء. هذا المحضر استشفينا منه أن الفيدرالي ينتبه بشكل أكبر إلى النمو الضعيف في مستويات التضخم، وبشكل أو بآخر تراجعت احتمالية أن يكون هناك رفع ثالث لأسعار الفائدة خلال التعاملات هذا العام. وعلى أثر ذلك تعرض الدولار الأمريكي لضغط لينخفض من أعلى مستوياته في ثلاث أسابيع عند 94 وصولا إلى مستويات 93. إضافة إلى هذه النقطة، كان لدينا محضر اجتماع المركز الأوروبي اليوم، الذي أظهر أن مستوى التعافي في التضخم ليس إلى الدرجة المطلوبة كما ينبغي، وبالتالي تعرض اليورو إجمالا إلى ضغط كبير بالاتجاه الهابط خلال تعاملات اليوم. بمعنى آخر، أن نوايا المركز الأوروبي بتقليص أو تابرينج لبرنامج التيسير الذي بلغ 2 تريليون يورو أو حجم هذا البرنامج إجمالي، أصبحت الآمال ببدء هذا التقليص أبعد بعض الشيء، وإن كان شهر أكتوبر يعني نقطة متوقعة حتى الآن أن يكون هناك حديث عن تقليص البرنامج. كما ذكرنا، مستويات اليورو أمام الدولار الأمريكي أصبحت بقليل دون مستويات 1.17، وممكن جدا كسر هذه المستويات يؤدي إلى مزيد من التراجعات خلال الفترة القادمة. ولكن ننتبه إلى أنه هي أيضا مستويات 1.17 تمثل مستويات دعم مهمة. الارتداد أو الفشل بالإغلاق الواضح دون هذه المستويات قد يمنع الزوج من الانخفاض بشكل أكبر، وبالتالي تصبح لدينا فرصة للريفيرسل أو الانعكاس، وبالتالي سوف يكون تداول اليورو في نطاق ضيق خلال الفترة القادمة. وطبعا النموذج اللي تحدثنا عنه سابقا واللي هو رأس وكتفين، لازلنا في الكتف الأيمن، ولكن الكتف الأيمن ممكن يكون في تداول عرضي لفترة ممتدة بشكل أكبر، خصوصا أنه فشل الزوج بالإغلاق بشكل واضح دون مستويات 1.17. الشمعة الوان أور شفناها عملت بين يعني ذيل طويل وجسم شمعي صغير، ومن ثم عادت الأسعار للارتفاع مجددا قريب من مستويات 1.17، فبالتالي لم نأخذ الكونفرميشن أو التأكيد بعد أن هناك مزيد من التراجعات. الذهب الذي كان تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي عاد بعض الشيء للارتفاع خلال فترة تداولات منتصف اليوم تقريبا، متماسك فوق مستويات 1285 دولار للأونصة، واحتمالية العودة بعض الشيء بالاتجاه الصاعد نحو مستويات 90 واردة خلال تعاملات الفترة المسائية اليوم، خصوصا أن ضغط التضخم المتراجع في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يضغط على أداء الدولار الأمريكي في الفترة الحالية. هذه هي أهم النقاط التي أردنا توجيه الأنظار إليها. نوافيكم بكل ما هو جديد في الفيديوهات القادمة. Thank you.